إذن في هذا اليوم أقيمت مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بينما احتشد قادة وملوك من أنحاء العالم في لندن لتوديعها بعد وفاة ملكة وحدت الأمة خلال فترة حكم استمرت لـ70 عاما. وصباحا محمود ظهر النعش المغطى بالعلم الملكي وفوقه تاج الإمبراطورية ليتم نقله في موكب عسكري إلى كنيسة ويستمنستر أبي، ثم سار نجل الملكة الأكبر ووريثها الملك تشارلز وكبار أفراد العائلة المالكة وراءه بعد ختام جنازة رسمية أقيمت في الكنيسة. وانتهت الجنازة بصمت لمدة دقيقتين، وبعدها بدأ نقل النعش مجددا عبر وسط لندن، حيث مر بقصر باكنغهام مقر الملكة الرسمي، ثم بقوس ويلينغتون، وتبعه الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة مرة أخرى سيرا على الأقدام لمسافة 2.4 كيلومترات. ومن هناك تم نقله إلى قلعة وينسر غرب لندن، حيث أقيم قداس في كنيسة سان جورج. أيضا غوا سيتم بعد ذلك إنزال النعش في القبو الملكي، وفي وقت لاحق من المساء في مراسم عائلية خاصة يتم دفن نعش الملكة وزوجها الأمير فيليب معا في مقصورة الملك جورج السادس، حيث دفن والدها وشقيقتها. تزامن ذلك مع اصطفاف الآلاف في شوارع لندن لمشاهدة مرور نعش الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة. وانضم إلى الملك تشارلز الثالث في الجنازة الملكية هذه ملوك ورؤساء وزراء من كل دول العالم تقريبا، بالإضافة إلى 2000 شخص من قدامى المحاربين وموظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية وكذلك العاملين في المجال الخيري. وكانت كنيسة القديس جورج وما زالت مكان الدفن المختار للعائلة المالكة منذ القرن 15، ومن بين أفراد العائلة المالكة الذين دفنوا هناك هنري الثامن، تشارلز الأول وإدوارد السابع. مشاهدينا، يعمل القبو جزئيا كمكان للراحة النهائية، بينما يقع إيواء بعض أفراد العائلة المالكة هناك على أساس مؤقت قبل نقلهم إلى مكان آخر. ويوجد هناك حاليا 24 فردا آخرا من العائلة المالكة مدفونين في رويال فولت في كنيسة القديس جورج. يشار أيضا إلى أن آخر شخص دفن هناك كانت الأميرة أليس والدة الأمير فيليب عام 1969، لكن قبرها نقل لاحقا إلى القدس. ولن تنضم الملكة إليزابيث الثانية إلى أفراد عائلتها في رويال فولت، على الرغم من أن نعشها سيستريح هناك مؤقتا، وذلك لبضع ساعات يوم الاثنين قبل نقلها إلى مثواها الأخير في كنيسة القديس جورج بقلعة وينزر.